بلشت بشهر 3 2020، وكان أول مشروع لصناعة الشموع بشكل يدوي في غزة. أول إشي بجيب المواد الخام اللي هي شوي صعب تكون متوفرة عنا في غزة. شمع الخام في أنواع وأشياء، يعني مع الوقت أنا مع التجربة والعمل عرفت إيش الأنواع المناسبة وإيش الأنواع اللي ما بتزبط وكيف أخلط. أنا عمري 15 سنة أن يكون عندي هذا المشروع، فقلت رح أبلش من جديد، يعني أني أسوي هذا المشروع. وبلشت عملت صفحة إنستغرام نفس اليوم اللي أنا قررت فيه أني أفتح مشروع، وسميتها Ocean and Waves. في عطور أنا بستخدمها، في اللافندر، في الياسمين، في كل عطر له، يعني هو بيستخدموه أصلاً العطور هذه للراحة أو الاسترخاء أو الناس اللي بتقلق كتير أو زي كده.